can check this. I was like you once. It's, and now I'm getting bigger. How did the school for you to get this result? طبعا المدرسة يعني زيادة عن الدروس اللي بقدموها خلال الدوام في شيء بنسميه كلوبز بقدموه بعد الدوام هو عبارة عن ساعة زيادة الأساتذة بقدمونا مساعدة إذا نحن عنا أسئلة نقط بدها تركيز أكثر بيساعدونا فيها. How are the teacher to this school? طبعا مثل ما قلت الأساتذة يعني بالدول في علاقة أكثر من مجرد إنه علاقة بين طالب وأستاذه يعني في مثل علاقة ودية بدي أقول بين الطالب وأستاذه وهذا الشيء ساعدني كثير يعني ما بدي مثلا حاول أحكي بطريقة طبعا لازم يكون في احترام بين الطالب وأستاذه بس ما لهالدرجة المبالغ فيها واللي ساعدني كثير إني أقدر أفهم بطريقة أكثر. What do you want to do after you finish this school and what do you want to become? إن شاء الله بعد ما أخلص وتخرج من الISB طبعا ناوي إن شاء الله إني أدرس طب وأنا متأكد يعني أساتذتي خاصة أستاذ البيولوجيا والكيمياء والفيزياء أكيد يعني بفضله إن شاء الله رح أوصل للعلامات العالية اللي رح تأهلني أدخل جامعات كتير منيحة بالطب. أنا أخذت الستة A stars تاني أحسن علامة في الـ IGCSE في مدرستنا في الفيزياء وفي الكيمياء وفي البيولوجيا والفرنساوي والجغرافيا. How this school help you to get this result? عندنا مدرسين كتار من بلاد زي إنجلترا وتركيا وبلاد تانية زي أمريكا مثلاً. فالمدرسين بيعلمونا كتير وعندنا احنا في الاي جي سي سي سنتين فبنتعلم في سنة ونص بنخلص المنهج وبعد كده بنعمل ريفيجن كتير مع المدرسين المدرسين بيساعدونا لو في مشكلة بنبعت لهم ايميل لو ما عندناش حصة فهم بيساعدونا في حاجات كتيرة يعني. And how is the atmosphere in the school with colleagues and everything? عندنا في المدرسة عندنا حوالي 800-900 تلميذ من ال 800-900 دول في حوالي 40 من 40 بلد فاحنا من بلاد كتيره فبنتكلم طبعا بالانجليزي مع بعضينا يعني وديت يعني الانجليزي بيساعدنا نفهم بعضنا وكده فعشان كده يعني احنا بنتعلم من بعضنا يعني.